دخيلة العيون. شو هالشعرات الحلوين هذول؟ هاي الاغراض كلها عندي اياها، انا يمكن قلتها، حطيت عيني على الصبية الحلوة. تاكلي؟ ما في داعي. جاي على بالي ارسم كثير. خذ راحتك خذ. قصت لي شعراتي. وهيك موضوع عادي كثير؟ يمكن ألطف حدا اليوم. حط لك كيس طحين براسك. لا، بدي أرسل لك شيء ثاني. شيء ثاني. هيك اجى على بالي، خطر على بالي هيك اتسلى. مرحبا، كيفكم اليوم؟ رح نعمل شغله كثير خطيره مو عاملينها ابدا، والضحيه هي فاطمه. هاي فاطمه. هاي ديف. كيفك؟ تمام. كيفك؟ طبعا هون الورقه مكتوب عليها انت حر تعمل يلي بدك اياه لمده ساعه. نحن حاطين هون اغراض، حاطين شيبس، محارم معطره، بسكوته، طحين، مقص، هي شو اسمها هي تبع بيوتي بلندر، حاطين مكياجات. فالناس هون رح تقرا هذا الحديث، ما بعرف اذا رح توقف ولا لا، رح تعمل اللي بدها اياه. اوكي، يعني ممكن ياكلوا شيبس، ممكن ما ياكلوا شيبس، ممكن حدا حاطين طحين هيك، بركي بيجي حدا هيك ياكل طحين، بركي اكل طحين ما بتعرف. حلو استخدامات. هلا هي الشغله معموله باوروبا، هي التجربه معموله باوروبا، انه وقفت صبيه فنانه كانت هي، تمام، وقفت بالشارع وقالت اعملوا اللي بدكم اياه، وكانت حاطه اغراض. فالناس اول شيء تعاملوا معها بلطف، بعدين بلشوا يسلخوا فيها ويضربوها ويعملوا لها وكذا ومدري شو، بس انت ما بنسمح لها. لا يا فاطمه، نعطيها من الرقبه. الله يسامحك. فهيك رح تكون الحلقه، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس. وخايفه؟ خايفه؟ ما عادش بخاف يا دايما. طيب هلا اجى هذا الشاب شكله بس مزعران شوي، الله يستر. مرتبطة يا حلوة؟ إن شاء الله بيسلموا لي هالعيون. أنا ما عم اسمع شو عم يحكي، بس شكله مبسوط كتير، ما بعرف شو صاير له. في مجال رقم التليفون؟ خلص تصطف لي. لا والله بدي أرجع. أعطيني رقم تليفونك. في مجال؟ دخيلة العيون أنا سرقة ولا خلقة؟ في مجال تعطينا رقم تليفونك؟ طيب إميلك على الفيس. دخيلة العيون. شو هالشعرات الحلوين هدلون؟ شكلي ما رح خليه وقت طويل، هذا شكله عم يخبس. الضبضة. شو حكيت انت كاتبه؟ انت حر تعمل اللي بدك اياه معي لمده ساعه. غراض قدامك. ان شاء الله فاطمه ما تنترو شي بوكس على عينه. بس وانت غراض شو عم يحكي؟ ما بسمع شو عم يحكي. طيب اعطينا رقم جوالك نحكي على الواتساب. حاعطيك عنوان البيت. اعطيني عنوان البيت وبجي انا واهلي لعنا بنطلب ايدك، توافقي؟ طبعا الشاب اخذ موضوع وعم يتغزل فيها، نسي الاغراض وعم يتغزل. دخيل هالشغلات. ايه هذا بلش يخبص. تعال خلص تعال. ايه شو يلا قومي. شو باشا؟ لا الشعرات الحلوين. كيفا؟ تمام. شو اخبارك؟ تمام. عرفتني؟ ايه عرفتك حبيبي. شو عم يصير معك؟ هلا اول شيء ورجيك الكاميرا، واحد اثنين هيك وراك، طلع هنيك شايف عم صورك. اي والله. نحن حاطين هون عم نعمل تجربه اجتماعيه، بنعرفك اول شيء فاطمه معنا. ما اهلا وسهلا فيك فاطمه، انا بعتذر منك. ولا يهمك. ما سلختك بلا مقص على عينك لانك عم تعمل هيك، انت حاسس تعمل ما اللي بدك اياه مدتها، نحن حاطين هون اغراض. ايوه. عرفت؟ انت شو خطر ببالك؟ شو بدك معلم؟ هي الاغراض كلها عندي اياها، انا يمكن قلتها، حطيت عيني على الصبيه الحلوه. حاشتها وزن. لا وزن، روق شوي، بدي امورك، نحن عم نعمل تجربه هيك، لازم تكون محترم اكثر من هيك بليره. اكثر من هيك. هاي التجربة بتقول انه انت بدك تعمل شيء، انت شو خطر ببالك؟ ليش هيك النية معلم؟ شو في؟ هلا انت بتعرف انه الشباب كلها نيتها عاطلة، يعني قرأنا كلهم والله انه مو كلهم، بس انه اغلب الشباب هيك العزابية طبعا، المتزوجين انا بعفيهم من هالشغلة. اه والله المتزوجين نتعب فيهم. انه متجوز ما حيجي. انت اذا متزوج ولا مو متزوج؟ لا والله عزابي. الله في غراض قدامك انت. احنا عم نحكي على غراض، احنا عم نعمل تجربة عم نشوف نحن اذا انت كانسان كان في حدا مقدر يعني ممكن تقدر تعمل معه اللي بدك اياه، مثلا انه مثلا ما كيجي تقص له شعره مو شيء. ايوه يلا ما صار شيء، معناته نقص له شعرات لمريم. مين مريم بعدين؟ فاطمه. وين ما اعرف فاطمه. مريم اطلعي مريم. احنا عم نشوف هذا الترتيب، عرفت؟ هي منيح ما سلختك بلا مقص، شكرا كثير لها. وهيك بس هيك مشان تاخذ هيك من الفيديو شغله انه انت خلاص يعني. ايه يعني لازم يكون محكمنا موضوع الاخلاق لحد انا اعتذر منه يعني. لا طبعا بدك تعتذر منه. انا بعتذر كثير كثير كثير، انا بعتذر كثير كثير منك على اللي صار، وانا كثير كثير بتشكرك. السلام عليكم. بدك شيء؟ تفضل قاعد معنا. لا والله بدي اروح. حبيبي تفضل. على راسي حبيبي. شكرا. اهلا وسهلا. عندك مشكله اذا نزلنا هي المقابله هيك التجربه البسيطه؟ والله ما عندك مشكله. لا ما عندي مشكله، بس بدها تكون حلوه. طالع طالع بتجنن. يسلموا الاخي. فرصه سعيده. سلام. كيفك؟ شو شربان؟ ها اه شو شربان؟
شباب شامم رجلي قبل ما يجيها. انا ما سمعت منيح شو كان يحكي بس انا شفت انه بلش هي عم جيت لعند الدور. هلا انت شلون حاسه لهلا الوضع؟ بلشت تتوتري تتضايقي؟ لا عادي يعني بنستقبل لسه عادي استاكنه مسيطره. يعني قنعناها لفاطمه انها مليون مره انه هذا الحديث يعني شوي صعب، عرفتي؟ هلا هي تجربه عاملينها برا، هلا برا شنعوا فيها قصوا لها شعرها وعملوا لها وسووا لها وكذا، فنشوف. لا فيها شغله قص شعر؟ لبسك باروكه بعد شوي بركي بيجي حدا بيقص لك شعرك. الاقناع عنده على الاول. وما زالت فاطمه مستحمله، عرفتوا نشوف شو اخرتها. ثابتي. كله فداء التجارب. ايه لك. فاطمه شبنا. لا ولا شيء. لا تخليني لا امسك. فيها طحين، انا مو خايفه غير من الطحين. ما بيقصي ما بيقصي. اوكي وقفت صبيه. واخيرا وقفت صبيه، ما بعرف شو صاير لهم، خجولين الصبايا. شو هاد اللي كاتبتي؟ بيني طيبه هالبسكوت. الصبيه جاي تفطر وتتعشى. تاكلي؟ ما في داعي. كثير كيوت، قصيها بالمقص. هلا شوفي لانك اكلتي البسكوت شو حصير جاي لك. يعني توقعت. لا بدي اقص لك شيء ثاني. معلم انا شايفه هيك معصبه هي ولا هي هيك ملامح وشها ولا شوفي؟ ايه بما اني حره اعمل معي اللي بدي اياه معك. ليش حاسه رح يضربوا بعض؟ هي فاطمه والله ما بين عليها ما عم بيرضي. مثلا يلا انت حره شعراتك. ايوه حميت مسكت لمقص. يا حرام يا فاطمه. عم تصلها شعره ولا انا؟ لا عم تخوفها ما لا ما قصت. قصت لها شعرها؟ حرة. اوكي. حآخذها، بعلك ياها، شو رأيك؟ ما حتكملي البسكوتة؟ بلا والله طيبة. عجبتك؟ لا، أنا حاططهم. حبيت البسكوتة. ليه صوتك هالقد ناعم؟ لأني ناعمة. مرحبا. أهلين. كيفك؟ تمام. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. شو عم تسوي؟ استفزتني حقتلها، أنا حقتلها. نظارات وش لا انت استفزيتيني اكثر. هلا بس شو عملتي؟ قصت لي شعري. انت قصت لك شعرك؟ قصيتي لها شعرها؟ ايه هات الشعر. ما هي حاطه انه فيني اعمل معها اللي بدي اياه. بدي تعطيني سؤال بس وقفي هون هيك. هلا مبدئيا لك في كاميرا اثنين وراكي، السؤال ليش قصتي لها شعرك؟ صح على البسكوتة. اوكي نحن كان بدنا حدا ياكل بس نحن حاطين لي مقص، توقعنا مثلا حدا يعمل هيك بس انه ليش قصتي لها شعرك؟ هلا هي شوف استفزتني بهي الحركة اللي عاملتها، انه طيب ليه هيك عاملة حر تعمل معي اللي بدك اياه، فأنا حبيت استفزها مثل ما هي عم تستفزها. شو اسمك انت؟ سالي. سالي شو يعني شو الشيء اللي وراء انه انت قصتي لها شعرك؟ بتقدر تقول يمكن هيك طاقة سلبية كانت جواتي. ها مستفزة وانت استفزتيني. طيب شو هاد اللي كاتبتي؟ وجهك غير منطقية. نحن هذا الشيء عاملينه، في حدا بأوروبا عمل تجربة انه حط حاله لمدة ساعة وقف في الشارع والناس مسموح لها تعمل اللي بدها اياه، فالناس كانوا اول شيء هيك لطيفين معه بعدين صاروا سيئين. انت ما شاء الله دغري فتي دغري قص شعر اخذتي بسكوت شو سلخيها كفين بدك. طيب والله ما بعرف شو بدي اعمل. طيب ما انت اذا في حدا انت في قدامك هيك شيء شو بتساوي؟ انت اذا في حدا مثلا واقف في الشارع هيك وما بيقدر يدافع عن حاله بتعملي فيها؟ ما بعرف بس هي استفزتني انا. حتى لو كان مستفزتني بتعملي فيها؟ حسب. هلا انا كان في جواتي طاقه سلبيه. في شر. قمت قالت يلا فاطمه بوشي يلا. عرفتي شوف نحن لوين بده يوصل الشر او اللطف تبع العالم. هلا ممكن يجي حدا مثلا يفتح شيء يعمل شيء يكون لطيف معي، الا ليش هيك عم تساوي انت؟ ما شاء الله ليش هيك عم تساوي؟ والله ما ردت عليك. مجنوني انت. قصيتي لها شعر. مجنوني انت. طيب شو والله استغربت يعني اي حدا بدالي ما بعرف ممكن يعمل هيك شيء. لا ما متوقع. انت قديش تقيمي سالي كشر وكخير؟ قد ايه النسبة؟ لا اكيد الخير اكثر بس اكيد بدي واثقه من نفسي. ها قولي بالي الكلمه. باي. عندك مشكله اذا نزلنا هذا الشيء؟ لا اكيد ما عندك مشكله؟ اكيد. طيب ما شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. عيني صح البسكوت. قلبك. باي باي. نازل ضايق خلقك مو؟ طبعا هون نكتشف انه الشر موجود بالعالم بس الرادع هو كم شغله؟ حقودي. طيب فاطمه هون قصوا لها شعرها، شو لازم يعملوا فيك؟ لا انا توقعت كل شيء الا شعري. لك ما صار كثير يعني بس معلش بركي ايدها مسمي وبطلت وجهها حقوده بس مو كثير هي يعني. قالك شو عملت لي؟ شو عملت لي؟ حقها من شيء ثاني. برافو عليكي فاطمه انه لساتك مستمره.
يا جماعة هذا ندل عن شيء ينوم عن قوة شخصية وما شاء الله عليك. الواحد إذا بده يعمل مشكلة بالحياة أو أي فتنة أي شغلة فيها حربقة عند الأستاذ ديف. إيه علينا إيه علينا على هالصيد والله العظيم دخلنا إحنا عم نعمل تجربة اجتماعية نشوف نشوف العالم بتزبط ولا لا. شو؟ فقرة أوروبا نحن سيريا على فكرة عملوا فيها أكثر من هيك عن جد؟ عم تحمسني؟ لساتنا خيرين نحن خليكي 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 والله أنا لو كنت محل فاطمة أبصر شو كنت عملت عم تاكل شيبس اقتصادية هيك عم تستفزها عادة؟ اوكي عادة خذي راحتك طحين هاد وعادي الموضوع؟ عادي عن جد مستفز الموضوع علم مسكت الطحين مسكت الطحين؟ حرة حرة انت حرة وهيك عادة؟ بدك يا وهيك موضوع عادي كتير؟ انا ما عم قادر اشوفه شو عم يصير ديف ديف تعال شوي شو ها؟ أنا هالمرة عصبت كثير عصبت كيف هيك؟ الحمد لله تمام شو بك؟ شو ها؟ شو ها؟ إيه؟ إنه رحلتي خلاص وقريبة لا أنا كمان وقفي ولا لك شو اسمك؟ مروة مروة قديش عمرك أنت؟ 21 سنة مروة لك أول شيء هون في كاميرا وهون في كاميرا تمام؟ حلو؟ حلو بس وقفي هلا مروة شافتني أنا جاي ما خطر لك إنه ممكن أكون عم صور أنا أو شيء أو لا أبدا بس استغربت الموضوع منه فكرت عم تمزح بالأول هي عم تمزح بس أنت كنت عم تمزحي والله لك إيه لأنه عن جد كثير استفزتني شو الشيء اللي خلاك تزبطي عليها شيبس لأنه حين. موقف غريب مشان مشان تتربى مشان أبغى تعيده لبقت عيده بدي عيده مو حلو بحقنا نحن البنات هيك شو 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 هيك إحساسك تجاهها تصدق بالله حبابي حط لك كيس طحين براسي انت وقعت طعميني طحين يعني ايه ممكن يعني انه انا استغربت صبيه حلوه وعامله هيك موقف شو الشيء اللي بخليكي تعملي هيك شيء ما بعرف هيك جبال شر يعني بجوز شر مكبوت شر مكبوت اسفه اسفه احلى شيء شوفه نعتذر من فاطمه قال بس يشوفوا الكاميرا انا اسفه طلع البنت الكيوت انا اسفه طيب جرب نعتذر من فاطمه شيء لبنان ما حاضر ايام سوري ايام سوري بالانجليزي كمان عرفتي ويلكم تو سيريا عندك مشكله بالشيء اللي صورناه لا ما في مشكله ابدا شكرا كثير لك اهلا وسهلا شكرا لكم يا اماني خلاص بلشت فاطمه تفوت بالمود السيء والله العظيم حلقة حلقة عن جد حلقة دمار دمار هاي هاي كيفك؟ منيحة عن جد هذا اللي كانت بتي؟ عن جد كأنه معمول فيك شيء يعني قبل؟ رشوا علي طحين عملوا كتير قصص عن جد؟ اختاري انت بتعملي اللي بدك اياه انت حرة طيب فيني ضمك؟ يمكن ألطف حدا اليوم طيب مالك تعالي وأخيرا الحمد لله يا الله أنت ليه هيك عاملة بحالك يا عمري؟ إنه هيك عادي ليه حسيتي فيها شيء أنت؟ لا يعني أنت هيك حدا لطيف وكيوت مبين وحرام يعني مانك مضطرة هالمرة أنا رح ضميك يعني مانك مضطرة؟ هو صح أنا ماني مضطرة فأنا عم شوف إنه الناس كيف هتعاملني أنا كبن؟ نشوف السلبي والإيجابي مثل دايف مرحبا أهلي كيفي؟ تمام شو هون في كاميرا؟ هاي نحن عم نعمل شغلة نشوف الناس شو بتتصرف بهيك وضع أنت أول حدا إنساني طلع معنا بالحلقة تمام هون في كاميرا مشان ما مكذب عليكي شو اسمك؟ نور نور أنت أول شيء شكرا لك لأنك حدا إنساني ما ضايقتي لهي المخلوق لك شو الابتسامة بس فرجي الابتسامة عن كلنا كيفة هلا من شوي زدتوا عليها طحين وزدتوا عليها مدري شو وزدتوا عليها كذا طيب أنت شو الشيء اللي خلاكي ما تعملي شيء سيء؟ هلا أول شيء يعني ما بعرف أول مرة أنا بشوف هيك شيء يعني بنت هيك بهاللطافة يعني حرام تكون عاملة بحالها هيك أساسا يعني هي لطيفة عم بتطلع فيها إنه ليش هيك يعني فعم بقول أي شيء قالت لي أي شيء قصوري شعري كبوا علي طحين فأقل شيء ممكن الإنسان إنه هيك هاد صغير مثلا شكرا كثير عليك عندك مشكلة شيء صورنا لا أبدا خليكي هيك ها هو واضح إنه جا على بالك كثير إيه والله كثير جا على بالي أرسم كثير خذ راحتك والله شكلك بالمكياج بس احلى ها بالمكياج احلى لا بلا مكياج بلا مكياج احلى بلا مكياج احلى والله بلا مكياج احلى هي كيف تنفتي فتحت
تفتحي لي اياها. هاكا. لا حول الله يا ديف. مرحبا. اهلين. كيفك؟ والله الحمد لله. ميك اب ارتست انت حضرتك؟ لا. شو؟ كان رح يصير؟ شو اعطيته شو؟ هات هات. الله. شو اسمها؟ يامي. يامي شو وضعك؟ انت حابب تمكيش حدا يعني؟ لا والله بس اول شيء هيك استغربت. شو؟ مرحبا. اهلين. علم شو ليش ما كشت انت؟ مالي معلم اي حدا يعني هي هيك كاتبه انه اي حدا بيقدر يعمل اي لا شيء. ايه هي كاتبه اي حدا بيعمل اي شيء. انت ليش خطر لك انه تعمل هيك مثلا تشخبط؟ والله لقيت مكياج لقيت البنت حلوه. شو قلت حالي مكياج؟ والله مالي شربان شيء ان شاء الله من هون لهون. لا والله. طيب مسموح البكي؟ مسموح البكي؟ خلصنا خلص ماشي الحال. احنا حاطين انه فيك تعمل اي شيء، ليش خطر لك انه تعمل شغلات بشعه؟ ليش مو شغلات ظريفه؟ والله ما بعرف يعني هيك حبين هيك اجى على بالي خطر على بالي هيك اتسلى وراك. تمام تمام تمام. شكرا كثير لك حبيبي. عفوا. اماني خلاص. فاطمه خلصنا ماشي الحال. رجيني. طبعا فاطمه هيك صار فيها اجى شب وحط لها مكياج على وشها. مبسوط؟ لا زعلان. عن جد زعلان. ليك شلون في نزلة زعل؟ حزان احزان. انت لاحظتي شلون زعلان؟ انت فاطمه شكرا كثير لك لانك حدا ابضاي وحش ما شاء الله خطيره. بتعرفي ما يعني مع حدا غيرك يكون عم يساوي فيك؟ والله ما بيحط لايك قوي كثير 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 قوي كثير. حطوا كثير تمام او لا تحطوا. لا حطوا فجروا لايكات لانا مكياج ديف. ايه ايه مهم. هيك كانت حلقتنا. طبعا شفنا فاطمه ما شاء الله عليها طلعت هيك شخصيتها كثير قويه وتحملت كل الشغلات اللي عم يعملوها العالم لانه هي حدا ابضاي هيك ما شاء الله. بتعرف هي شو؟ عامل لك هيك. اه مدبل هيك. صباح الخير. نسيت هي شو على ترتيبها. المهم انت شو رايك بالتجربه؟ ده الرأي. شو رايك انه انت هيك كتقييم العالم شر وخير شو رايك الاكثر؟ شر. شر. ما شفت خاصه البنات البنت لبنت. هلا اجت بنت عانقتك وخلص لك. هي ظريفة وحدة وحدة هي وحدة اللي اجت. اخذ لك صورة انت هيك ها؟ ايه حط لها شوية طحين مشان انتم تاخذوا التجربة كلها. حط لك هلا شوية طحين بخليك هيك. حطوا لايك لوس باودر هيدا. باي. صبت ميك اب باي.